وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. السرطان يهزم ريم غزالي. حسناء الدراما الجزائرية تكتفي ب 38 عاماً. توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي عن عمرنا هذا 38 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. ونشرت نجمة برنامج ستار أكاديمي سلمى غزالي فيديو مؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي، نعت فيه شقيقتها بابتسامة ودموع الحزن ودعت لها بالرحمة. وقالت سلمى غزالي: فارقتنا غزالة الجزائر، ما فارقتني الابتسامة، لأنني أعرف أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل والأحسن. وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالرحمة، وتابعت قائلة بابتسامة غطتها دموع الحزن، متأكدة أن الله سيعطيها أشياء حلوة كثيرا. هكذا يحس قلبي، الله يصبر والدتي ووالدي ويعطيهم القوة. الحمد لله على رحمتك يا رب، الله أكبر. ومنذ بداية مارس تصدرت النجمة الراحلة ريم غزالي الترند الجزائري على موقع تويتر بوسم الله يشفيكي ريم غزالي بأكثر من 5000 تغريدة دعت كلها لها بالشفاء من مرضها الخطير. ونشرت حينها شقيقة ريم غزالي منشورا بعدة لغات طلبت فيه من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأثنت في المقابل على رفض الفنانة استغلال مرضها لاستعطاف جمهورها بعدما فضلت مقاطعة مواقع التواصل. وقالت: لطالما احترمت فيكي عدم استغلال الضعف والمرض من أجل الشهرة. وعانت الفنانة الجزائرية الراحلة ريم غزالي منذ عدة سنوات من مرض السرطان، واضطرت لاستئصال ورم من الدماغ بعد عملية جراحية عاجلة، وذلك لإنقاذها من فقدان الذاكرة والبصر نتيجة الورم، وهي العملية التي تكللت بالنجاح.